السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالبرودكسيون إكري تحديدا بالحجج المتعلقة بروايتي Il était une fois un vieux couple heureux ورواية Le Père Goriot. جاني تعليق على القناة على ما أتذكر وحتي لميل كتب أوعدي شحال خصني ديال الحفاظة. دابا بغيت نفهمكم هاد الحاجة باش نقول لكم انا حفظوا هاد الحجج، فانتم خاصكم تكونوا انسان خارق عاد باش تحفظ كامل هاد الشيء، اضافه ان الادبيين خاصهم ما يحفظوا تبارك الله، يعني عندهم بزاف ديال الحفاظ. هنا اشنو الفائده من هاد الفيديوهات؟ دابا واحد التلميذه مثلا حطيت لها اكسبريسيون اكريت على لا بوليغامي او تعدد الزوجات، ما فهمت اشنو هي لا بوليغامي، يعني الموضوع شحال غت الا كتبت الموضوع اشنو النقطه اللي غتحصل عليها، وهي ما فهمش لا بوليغامي غتحصل على صفر، لانه يا اما غيكون خروج عن الموضوع يا اما ما غتكتب والو. ولكن ملي عرفت بلي لا بوليغامي هي تعدد الزوجات بمفرداتها البسيطه غتكتب موضوع على الاقل تحصل على 4 ديال النقاط. ثاني حاجه تلميذه ما فهمتش لي كونفلي دو جينيراسيون، ايضا نفس المشكل، مثلا الموضوع ديال العصرنه والحداثه، فهمات البنت اشنو الموضوع، فهمات اشنو خاص اشنو هو اللي مطلوب منها ان تكتب، ولكن ما عرفتش اش من اتجاه تاخذ. ملي الواحد كينبهها كيقول ليها التقاليد ديال الزواج، طبخ، هادشي حافظنا عليه، حافظنا فيه على تقاليدنا، اللغه، يعني تبارك الله حنا في المغرب كل منطقه واللغه ديالها، السفليه غير الريفيه غير الوجديه غير الشماليه غير الصحراويه غير المراكشيه غير الرباطيه، كل منطقه غير البيضاويه، كل منطقه عندها اللغه ديالها بوحدها، يعني صافي الدماغ ديالها الافكار ديالها كتعرف اشنو تكتب. دابا ملي تقراو الحجاج واخا ما تحفظوهمش غير تقراوهم، اولا غتفهموا العناوين ديال المواضيع، يعني لا تحط لك موضوع فيه لا بوليغامي او لا لي كونفلي دو جينيراسيون او لا وانت مستواك ضعيف ما كتعرفش هاد المفردات، راه تعرف اشنو مطلوب منك. هذه اول نقطه. ثانيا ملي تقرا الحجاج اوتوماتيكمون ملي تحط الموضوع تعرف مخك فين غيمشي، حيت فايت داكشي، يعني غتفهم اشنو خاصك تكتب، بحال غتوجه. دابا غنريحكم من الصوت ديالي ونخليكم مع الحجاج، الى اللقاء.